حتى مشاهدين معنا الأستاذ ياسر فؤاد، موظف في علاقات مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية. أهلا وسهلا أستاذ ياسر. أهلا وسهلا بكم بالسادة المشاهدين، حياكم الله. الله يخليك. هسه أريد نعرف آلية توزيع كسوة العيد للأيتام. المرحلة الأولى اللي احنا شفناها أنه هي توزعون أرقام على العوائل ويقعدون بقاعة انتظار. هسه خلينا نتكلم عن المرحلة الثانية واشرح لنا إياها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما شفتوا المرحلة الأولى أنه مرحلة دخول العوائل للمؤسسة عن طريق قاعة الانتظار الرئيسية واستلام الأرقام الخاصة بتسلسل حضورهم. بعد هذه المرحلة تنتقل العوائل إلى معرض المواد العينية، معرض الملابس الخاص بالمؤسسة. طبعا إدارة قسم المخازن والتجهيزات في مؤسسة العين جهزت مستندات صرف لكل عائلة. هاي المستندات طبعا موجودة بها اسم كل طفل من الأطفال، بها اسم المتوفي، بها رمز الأسرة، وبها المواد المخزنية اللي موجودة اليوم اللي راح يستلموها، وتؤشر بالضبط تؤشر بحسب الكميات اللي راح تستلمها كل أسرة. طبعا هذا مستند الصرف الموجود لكل عائلة من العوائل، مستند خاص بها يؤرشف ضمن أضبارة هذه الأسرة، بأنه هاي المواد المخزنية الخاصة بهم لاستلموها في هذا العيد أو استلموها في بداية الزي المدرسي. بعد ما تكمل العائلة وتأخذ المستند الخاص بها تنتقل للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الدخول إلى معرض الملابس واختيار الملابس اللي تناسب الأطفال. أنتوا هذا السند يبقى يمكم ويم العائلة؟ طبعا هذا السند تأخذ الأسرة لحظة الدخول للمعرض، بالنهاية من تخلص تسلمه لموظفة المخزن اللي راح تأشر الكميات اللي استلمتها الأسرة بهذا المستند، وراح يدخل يبقى داخل المؤسسة ويؤرشف إلكترونيا ضمن أضبارة الأسرة. تمام. يلا هسه ننتقل لمرحلة ثانية، مرحلة اختيار الملابس. طبعا احنا ما راح ندخل، هذا مو مول، هذا مكان لاختيار الملابس. العوائل تختار على ذوقها وعلى اللون اللي تريده وعلى القياس، وفتشي كلش مبارك عشتيد. احسنتم احسنتم، تفضلوا ست. طبعا مشاهدينا سننتقل للمرحلة الثانية. ما ذكرنا شغلة بأنه العوائل هاي تجي ما تجي هي، لا، يدزولها منشئة ويتجمعون بمكان، وكل فرع بمنطقة معينة يتجمعون ويجون أيضا المؤسسة تجيبهم وتوديهم، ولهم وقت معين. يعني أنتوا قايلين لهم أنتوا يمكن منها فرغوا نفسكم من هذه الساعة لهذه الساعة، مو كلامي مضبوط؟ أحسنتم ست. بالتالي مؤسستنا في كل مناطق بغداد أو في كل محافظات العراق وكل مناطق والأقضية والنواحي أكو انتشار إلها، أكو مكاتب حتى نكون قريبين من عوائلنا، ولكن مو كل مكتب راح يكون مهيئ بمعرض ملابس مثل هذا الموجود هنا. فحرصا من مؤسسة العين على أنه توفير سبل الراحة لكل العوائل، خصصت وسائل نقل في كل مكتب من هذه المكاتب تنقل العوائل ذهابا وإيابا إلى معرض الملابس وفق تواقيت معلنة مسبقا ومتفق عليها مع العوائل ومبلغين بها، بحيث تجي العوائل إلى معرض الملابس راح تلقى كميات الملابس بأعدادهم الموجودة، بالإضافة إلى مستنداتهم تكون موجودة، وتكون العملية بكل سلاسة وبكل مهنية بشكل تام. مثل ما ذكرت قبل شوية، احنا راح ننتقل المول الخاص بمؤسسة العين، انا هي سميته، لكن هو كمسمى عندكم انه هذا معرض الملابس. هذا المعرض بجزء للبنات وجزء للاولاد. كيفية الاختيار اليوم من تدخل عائلة شلون راح تختار الملابس الخاصة بها؟ طبعا طريقة تقديم الملابس في مؤسسة العين بها طابع مميز جدا، بالتالي مؤسسة العين أتاحت الفرصة لكل أسرة من أسر الأيتام، بل حتى الأطفال، هو الطفل بنفسه إذا كان عمره يقدر يميز ويختار، فبالتالي أتاحت الفرصة لهم بأنهم هم يتجولون في هذا المعرض ويتبضعون ويختارون الملابس بحسب الأمور اللي تناسبهم واللي تعجبهم، بحيث خصصنا لهم عربة خاصة بالتسوق يأخذوه ويدخلون إلى المعرض يتجولون يختارون الملابس، حتى طريقة الألوان، طريقة القياس، أكو مكانات مخصصة لقياس الملابس وتجربتها، بحيث الطفل أو الطفلة يلبس الملابس ويعاينها أمام المرآة، يعني يكون لازم عنده فد قدرة إلى أنه يقتنع، يكون عنده رأي، يقتنع بملابسه حتى نقوي شخصية هذا اليتيم ونعزز من الجانب النفسي الموجود عنده. خصصنا هاي الآلية الموجودة في معرض الملابس. نتكلم عن كسوة العيد، هي مو فقط ملابس عيد، يمكن تكلمنا خلف الكواليس عن انه هي اكو ملابس البيت، اكو ممكن تكرمون احذيه وهيك اشياء. نعم.
أحسنتم. هي بالتالي من نعبر عن لفظة كسوة العيد، مو معناها قطعة ملابس واحدة. الآلية اللي تعمل بها مؤسسة العين بأنه خصصت تسوق كامل لكل طفل. تجي هنا الأسرة، بالتالي أكو مكان مخصص لملابس العيد نعبر عنها، أكو مكان مخصص للملابس المنزلية، أكو مكان مخصص أجلكم الله للأحذية، أكو بعض المستلزمات الأخرى مثل الحجابات، مثل الملابس الذكور وغيرها من الأمور اللي أتاحت المؤسسة الفرصة للعوائل باقتنائها والحصول عليها بشكل مجاني وبشكل موسمي من المؤسسة. هسه احنا راح نتكلم مع البنات المتطوعات، هنا موجود متطوعات من مختلف الاماكن والطالبات موظفات يجون يساعدون المؤسسة بالتقديم كسوة العيد، راح نتكلم وياهم بعدين نرجع للمرحلة الأخيرة، تمام؟ خليكم ويانا. أكيد أنا عايشة أجواء فرحة العيد قبل العيد، لأنه هنا الأيتام كلهم فرحانين واليوم يختارون بكل أريحية وما حد يضغط عليهم. المتطوعين جزء مهم جدا حتى يوصل هذا العطاء، متطوعين مختلف الاختصاصات، وأتفاجئ بأنه أيضا موظفين ممكن يفرغون نفسهم وهكذا. هنشوف إحدى أخواتنا المتطوعات اليوم في تقديم كسوة العيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي أم حوراء، متطوعة مو هالسنة، سنين السابقة همين أجي، صار تقريبا 4 سنوات أني أجي هنا، أني وبناتي طبعا أجيبهم مو وحدي، وهم طبعا كلش متلهفين يعني للجاية هنا وينتظروها يوم يوم بصراحة، يعني صعب الوصف، يعني هسه قد ما أريد أقول لك شنو شعورنا وشنو نحس لما نيجي هنا، ما اقدر الكلمات ما تسعفني بصراحه اقول لك احنا شنو نحس من نجي هنا. ولا ما تحسين بالوقت هذا نهائيا، يعني احنا بالسنوات السابقه نجي من الصبح للاربعه ابدا ما نحس بتعب، كله هيك فد لذه فد، نرجع للبيت كانه صارت عندنا هيك فد جلوه روحيه سبحان الله. انت من تشوفين ابتسامه اليتيم وفرحته، والعجيب والملفت للنظر انه اكو فد شغله هي كلش لفتت نظري، أنا أقول لك من يجون الأيتام لما أكو نلقى قياس واحد ولون واحد، يجون يتيمين اثنين يشوفون مثلا الفستان يريدوه، هاي تريده وهاي تريده، لما احنا نظل متحيرين هاي قطعة واحدة، واحدة تقول للأخ أخذيه أنا ما أريده، يعني عندهم فد إيثار بيناتهم ذولا الصغار، فد شيء كلش عجيب، يعني كأنه المؤسسة مو فقط دا تنطيهم وإنما دا تربيهم، دا تربيهم روحيا، دا تدعم الأمهات، تعزز ثقتها بنفسها، لأن أني على تواصل دائما وياهم، يعني أني من المتطوعات القديمات واللي دائما أحب أتابع. من تجين تشوفين الأم تشوفيها أم واعية مثقفة تعرف، لأنه هم قبل ما يفوتوها لأي مكان هم يربوها روحيا، يحسسون أنه أنت إنسانة عندك كرامة قبل كل شيء، يعني من تجي الأم بصراحة تشوفيها كل هذا بالضبط، هذا فكرة إعداد الجيل، إعداد الجيل لمستقبل واعد. اليوم أنت بما أنه أنت تقولين أنا جيت أنا وبناتي وصار لي سنوات، قدرتي أنه تأثرين على الآخرين يمكن من مجال عملك، البيت، أقارب أيضا إجوا متطوعين؟ أكيد جوي، يعني إحنا تدرين إحنا سب منطقة الكرخ، جوي من أقصى الرصافة، يعني أنا يعني الناس اللي أحبهم أريدهم يحسون نفس الشعور اللي أنا أحس به، نفس الشعور اللي أنا شلون دا أحس بلذة بجلوة روحية، يعني كأنه دا تتعاملين ويا هيجي فالشريحة هي كلش قريبة من رب العالمين. فوالله هواية إجوي أخواتي بنات أختي اللي عافوا أعمالهم ودا ينتظروني خابروني، ها إيش وقت كسوة العيد أم حوراء، يلا قولي لنا لا تنسينا. تستمرون كم يوم تجون؟ إحنا كل سنة يعني أسبوعنا ثلاثة، بس السنة حسب ما تبلغنا إنه إن شاء الله راح نبقى شهر كامل. نعم. أي الأعداد الكبيرة اللي تجي كبيرة، إيه فإن شاء الله إحنا مستمرين وياهم شهر كامل. زين أنت عن مسؤولة عن شنو؟ شنو هاي؟ مسؤولة هنا عنه البناطير للبنات، فتعرفين أعمار مختلفة ياخذون مانتو ويجون هنا ياخذون البنطلون قياسات وألوان، وهذه حسب اللبسة، يعني تنصحين هاي اللبسة معها هذا أكيد مرات يعني خطية هي الأم تعرف إنه بنتها طويلة تريد لها شيء، نقولها لا حجي أهم شيء الكمر، تاخذين قياس الخصر، بعدين انت تقدرين تتحكمين بس المهم الطول، حتى ليش تحير بي؟ فخلي خطيه تقعد تدعينا وتشكر من عندنا. حسيت صارت عندك فكره تفتحين مشروع بعدين.
والله هي يعني اتمنى اني بصراحه، لان انا هاي كانت رغبتي انه افتح مكان للايتام، بس من اجيت هنا انا وشفت نفسي بصراحه عاجزه يعني قدام هذا الصرح الهائل، انه اني شنو اقدر اسوي؟ لذلك اني بقيت اتواصل وياهم من بعيد وحسب مقدرتي. اني اشكرك ام حوراء، شكرا جزيلا، موفقه دوما. هلا بيكم. حبيت مشاهدين، ويانا ام محمد من المتطوعات لاعطاء الملابس للبنات. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك حبيبتي. على فكره شلون بدت وياك من ناحيه انه صرتي متطوعه، شلون بدت الفكره وياك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وال محمد. تعرفت على ناس هم يعني بالمنطقه وحبينا نخدم الايتام بصوره عامه. هي احنا يعني تقريبا قبل سنه مبادرة بدينا بيها، وما شاء الله يعني كلش حلوة من ناحية الكسوة والانسيابية. هاي أول مرة أنا أجي للمؤسسة يعني الرئيسية، وحسينا أنه يعني انسيابية بالعمل، أنه طبعا كلش مرتب، واللي يجي عائلة اليتيم تجي يعني على راحتها، أنه يعني ملابس الأعمار وعلى راحتهم وكل يختارون المناسب كل شيء. طيب خلينا نتكلم عن الملابس. هاي الملابس كلها جديدة، شنو آلية اختيار الملابس؟ كلها جديدة ما شاء الله، ومن أرقى طبعا المناشئ، كلش حلوة هاي وحدة، وإنه هي مطابقة للشريعة الإسلامية. يعني مثلا كالبنية من أعمار سن التكليف، إنه المانتو يكون طويل، يعني الإشارب يعني الربطة أو الإشارب كله يعني بالزي الشرعي. حسب عمر البنية، مو إحنا شوية أكو موضوع إنه بنات مثلا مو سن التكليف أقل، أكو ملابس اللي مناسب كله مناسب ومستور وكلش يعني حلو وراقي يعني بنفس الوقت. إيه الدخول مرات باختيارات البنات، تعرف البنات إحنا ما نقتنع بسرعة. طبعا على راحتهم، تعرفين اليتيم هو يعني نقول بيد الله، واحنا ان شاء الله نكون انه مقتدين بأميرة المؤمنين زين سلام الله عليه، فانه اليتيم نوصل وياه باقل المراحل، يعني هو هاي فد شيء قليل بحق اليتيم. اي وعلى راحته واللون اللي يعجبه، اكو تعرفين يعني الناس تحب اكثر من ذوق واكثر من لون، نخليهم على راحه. صحتي اخرين بده يجون وياك ايضا يتطوعون؟ طبعا طبعا الحمد لله والشكر. اجوا ايه اجوا عن طريقنا الحمد لله، ان شاء الله ان شاء الله. طبعا 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 ايه موفقه، شكرا جزيلا حبيبتي، شكر لكم. بناتنا الحلوات اللي حبيت اليوم اتعرف عليها واشوف هي بيا صف. انت يا صف رابع ابتدائي، زين ايش قد عمرك كان رابع؟ 10 سنوات. شو يا لون تحبين؟ انا شفتك لابسه اللون الوردي، تحبين اللون الوردي؟ ايه. بعد يا لون غير الوردي؟ بنفسجي. زين شنو البنفسجي بالانجليزي؟ بنفسجي بيربل. صح. زين انت زينه بالمدرسه، شاطره؟ حافظه نشيد؟ اريد من الدراسه مالتك. يلا سمعيني. نرجسه فتحت الباب المدرسه فاستقبلتني نرجسه، وكان في استقبالها نبرة حزينا عائسه، فقلت لها صديقتي ماذا جرى يا ناعسه؟ فقالت شهور العده مرت جذوع يابسه، هيا تعال واسقني كي لا اظل عابسه. فتحت الباب المدرسه فاستقبلتني نرجسه. زين شنو استفاد من هذا النشيد؟ يعني هي بنية اسمها نرجسة، كانت قلتي عابسة يعني ضايجة. زين انتو ايش سويتوا لها بالنشيد وظلت تضحك وهذه؟ قلناها تعاي نسقيناها مي. مثل ايش يعني هسه انت نسلمين تقولين كلمة طيبة، الاخر راح شنو؟ راح يفرح، مو صحيح؟ فالكلمة الطيبة شنو؟ صدق. صدقة. صدقة. شكرا حبيبتي، الله يبارك فيك وعمرك.
المدققين كم قطعة أخذوا، مو صحيح؟ حبيت المشاهدين بعد مرحلة البنات وشنو اختاروا وعلى ذوقهم ومرحلة الأحذية، نيجي مرحلة التدقيق ويا أم حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. احكي لي يعني شنو مرحلة التدقيق؟ بالنسبة للمبادرة اللي متعودة عليها مؤسسة العين بتسليم المواد العينية، وخصوصا هنا نحن قسم الملابس للأطفال بكافة المراحل العمرية اللي هم من ضمن العوائل المشمولين في مؤسسة العين لرعاية الأيتام. بعد أن العائلة تتجول، طبعا مطلق الحرية للطفل وللأم كذلك باختيار النوع والحجم الملابس اللي هي تناسب الطفل، بعد أن تكمل الجولة بالمعرض آخر قسم تلجأ إلى العائلة هو هنا قسم التدقيق، فحيكون جرد لكل المواد اللي استلمتها العائلة، ومن ثم ننتقل إلى عملية أنه توقيع او البصمه اللي صار مع الاخت فاطمه. هسه راح نعرف تفاصيلها. انت حسب مثلا هسه هذه هاي القائمه تمت. نعم هذه القائمه. نعم. انت تاشرين على مثلا تيشيرت ولا دي بنطر. نعم من القسم بالمضبوط شنو اللي اخذت العائله، ومن ثم يتم توقيعها وتبصيمها على الاستلام اللي يتم فيما بعد يعني حفظها في الارشيف. زي. وهذه من اولويات عملنا في المؤسسه. طبعا أعداد هائلة توصل ل6000، احتمال راح تبقون شهر، ما راح هذا الشيء يخلي عليكم مثلا يثقل عليكم الموضوع، راح انه انتم مثلا عندكم التزامات ثانية او شنو؟ طبعا من دواعي سرورنا ومن فرحتنا انه احنا ندخل الفرحة على قلوب الأيتام، وهذا عملنا كله ان شاء الله في عين صاحب الزمان، لأنه هو الراعي الأول وهو اللي يوجهنا. احنا اي عمل نقوم به، حضرتك انا متابعه ميدانيه في فرع الكراده، اي عائله انطلق لها اول شيء اول ما اقعد اقول لهم انا مو من كيف اجيت، صاحب الزمان هو اللي ارسلني لكم. فهذا واحنا دائما طبعا ندعم العوائل نشجعهم. الام دائما نستعمل وياها اسلوب انه المداراه والتشجيع، وإضافة إلى أنه ننمي بداخلها هذه الروح، روح أنه لأنه تتحمل مسؤولية وتتحمل أنه بهذا الوقت الصعب وشون تقدر ترعى أطفالها وشون تطلع بيهم للحياة. أهم شيء أنه تنمي عقيدتهم وتكون تربيتهم صحيحة بما يرضي الله سبحانه وتعالى. حضرتك تقولي لي تعب، ثقي بالقرآن، إحنا ممكن أنه نقصر ويا أطفالنا ويا عوائلنا. أنا قلت لك وظيفتي أنه تتطلب من الصبح لليل، أنا خارج عملي متابعة ميدانية خارج الدار. ثق بالقرآن، أي عمل بالبيت ممكن يتعبني ويرهقني غير أنه خدمة الأيتام، هذا يكون داعي للفرح للسرور، يولد عندي شحنة إضافية إيجابية لأنه أخزن اللي عندي لليوم الثاني، فهذا بالعكس من دواعي سرورنا وفرحتنا. إحنا اليوم فرحة اليتيم هذا هو هدفنا. كل العاملين هسه أنت إذا تفترين بأي قسم كل الموظفات هو نفس الكلام. أحسنتي وبارك الله بيك، وإن شاء الله هاي الجهود أكيد مسجلة صاحب الزمان. تسلمين يا عمر. هسه ننتقل إلى الأخت فاطمة. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بكم. ما تعبانة؟ لا ما تعبانة أبد، بالعكس يعني هذا كله مثل ما قالت أخت أم حسين، يعني بالعكس هذا كله مجهود إلنا وفخر إنه إحنا يعني نستقبل الأيتام. شرحي لي شنو التفاصيل البصمة؟ ورا ما تكمل أم حسين التدقيق، بس مجرد إنه أبصم العائلة ويتفضلون. كلش حلو. بعد وراها ينتظرون لحد ما يغادرون البقية حسب هم كميتهم ويروحون بالمنشأة. تمام، هذه الورقة وين تروح بعدين؟ بالأرشيف. أرشيف. أيضا تمام، كلها ماتين كل بمسؤولين ومعهم كلها تدقيق. إن وصلتش مثلا هسه هاي القائمة بها مو كل المواد ماخذيها، فشلون تأشرين الموضوع؟ أسأل يمهم إنه هذا مثلا الشيء ما موجود أخلي يم إكس، إنه هذا ما أخذه يعني، أو هم ما يردوا يعني، أو هم ما يردوا يعني عادي، إنه حنفتهم إنه أخلي إكس إنه هم ما يردوا. بس أنا ما أعتقد صايرة عندك هيك حالة. ما صايرة أي أبد، أي ما صايرة يعني كله يتأشر وإنه هم ياخذون ويبصمون ويتفضلون. عشتي ايدك. نفس السؤال سألته لأم حسين، أنت هم تحسين بتعب؟ هذا العطاء اللي تنطوه تحسون بانه هو اكو جزاء بالحياه بسرعه؟ ما يعني اتكلم هذا الموضوع لانه هذا لله، فلازم واحد يحكي. ما لا ابد ما نحس بتعب، يعني احنا ما دام احنا مجهودنا رايح للايتام ها هي، يعني ما مكتوب لنا هماتين لهم يعني نفرحهم، وهماتين انه يعني ذخروا يعني بالدنيا وبالاخره. هذا
هذا اللي أنا يعني دائما من نجي لمؤسسة العين نتكلم به حتى الناس تشوف هذا العمل حتى لو كان هو مرهق وأعداد هواية تقول لا أبد أنه باب مفتوح أيضا للتطوع منو يريد يجي يتطوع. أكيد كنا يعني موجودين البنات هواية متطوعين يعني عادي يعني يفتخرون بهذا الشيء أنه يفرحون الأيتام. أني أقول لك حبيبتي فدوى القلب. مشاهدين ويانا أم غدير اللي هي مسؤولة التوزيع في مؤسسة العيل للرعاية الاجتماعية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا شرفنا. بصورة عامة عن التوزيع، مسؤولة التوزيع أنت شنو المهام اللي تقومين بها في المؤسسة؟ المهام تبدأ قبل التوزيع بفترة محددة، يعني احنا أول مهام انه هو المعرض اللي هسه انتم تشوفوه، هذا المعرض يتم تجهيزه قبل فتره محدده من الملابس اللي هي دائما تكون فوق مواصفات اللي تكون اولا ما مستخدمه، وثانيا تكون ضمن المواصفات المطابقه للطابع الاسلامي والاجتماعي بوقتنا الحاضر. المعرض يجهز من قبل المخزن، موظفين المخزن كافه القياسات والالوان والاحجام اللي تناسب اولادنا. بعد ان يتم نحدد موعد ثابت لاستلام الملابس، نقسم العوائل تقسيم عدد كعدد ثابت يومي، هاي الاعداد يوميا نقسمها في سبيل انه ما يصير في الزخم، والعائله ايضا تكون مرتاحه اثناء تواجدها بمقر المؤسسه لاستلامه، يعني كانه تحضر العائله نوفر لهم سيارات انه تنقلهم من منازلهم الى المؤسسه، بالتالي يستريحون في قاعه مبرده ومعدلهم انه حسب ارقام يدخلون القاعة للمعرض. بعد الكيفية هذا وصار كم سنة يعني على هالموضوع، كل سنة تطورون بها؟ هو أكيد أكو تغييرات، تغييرات كل سنة، لكن الثابت اللي عندنا أنه إحنا دائما نأكد أنه الملابس تكون فوق جودة عالية وأنه تناسب ذوق اليتيم سنويا. أنتوا تعرفون يعني الموديلات تتغير من سنة إلى أخرى، فإحنا دائما نحب أولادنا أنه يكونون يواكبون هذا الشيء، ما يكون يعني فد موديل قديم أو شيء حتى ما يحسون بالنقص بين أقرانهم. إحنا اللي هذا الهدف من وجود كل هذا أنه نعزز الثقة باليتيم خاصة أثناء تواجده بالمعرض. فأثناء اختياره لأي قطعة من الملابس، هذا إحنا أكو موظفة ثابتة مثل ما تلاحظون تساعده فقط، بس ما تجبر أو تضغط عليه أو تفرض عليه فد لون معين أو فد موديل معين، بس فقط اللي إحنا نساعده بهذا الشيء، وهذا راح يعزز الثقة طبعا عند اليتيم. وأيضا إحنا الجهة الثانية نحب أنه نزرع عند الإيثار. شلون؟ أنا سمعت بهذا الموضوع أريد تفاصيل. بالضبط، إحنا بالبداية السنوات السابقة أثناء تواجد العوائل والمحاضرات اللي يلقوها عليهم المحاضرين أثناء تواجدهم، هذا كله كبداية وياهم والتأهيل وقسم الإرشاد، أنه زرعنا الثقة بأنفسهم وأنه يكون أنه يكون عندهم حب للآخرين، فهو كل واحد بهم يحس بأنه اليتيم اللي من عائلته هو أخوه. هو أخوه، فيحب أنه يأثر على نفسه أنه الحاجة اللي يستلمها هو، يحب أنه أخوه يستلم نفس الحاجة، مو هو يستلم مثلا قطعتين وأخوه الثاني من العائلة الثانية راح يستلم قطعة واحدة. يعني كل الأولاد والبنات الموجودين هنا مقتنعين بأنه يأخذون هذا العدد من الملابس. الحمد لله هم مقتنعين، وهم دائما أكو بيهم أصلا، يعني احنا شفنا كم عائلة يعني انه يعني صار عندهم فد حب انه عبالهم اكو يعني هالعادات قليله مثلا موجوده، فيقول انا هاي اعوفها لغيري، فاحنا دائما نقول انا عندي، نقول لا هذه موجوده لك واكو غيرها لاخوك. بالضبط. القياسات شفت اني ايضا بالقوائم مثلا محددين عمر الطفل. نعم. اعمار تبدي يعني من اعمار كلش صغيره لحد يعني الولاده الى الاعمار اللي هم 20 سنه يجهزون حسب الاعمار. هذا التجهيز مسبق. هذا التجهيز مسبق، المستندات وتجهيز المعرض هذا كله تجهيز مسبق، هذا في سبيل انه يكون انسيابيه لحضور العوائل، العائله ما تبقى تنتظر الى ان يتجهز المستند او تتجهز الماده، حتى العائله تستلم الملابس اللي هي تخص اولادها من اولاد ومن بنات، بالتالي يكون المستند جاهز، فقط هي نحدد القياسات اللي هي تريدها، تستلم بالتالي اكو ايضا سياره راح ترجع تنقلهم ايضا لبيوتهم مره ثانيه.
سألت المتطوعات بأنه هل هذا العمل متعب لكم كمتطوعة؟ ها قالت بالعكس، أنا هذا العمل كل سنة أنتظره، وجبت بناتي وجبت أقاربي وأني أفتخر بي، وإن شاء الله يسجل من أعمالنا الحسنة. أنت هنا مسؤولة، شنو يعني إيش هذا العمل؟ يعني لو شقد، لا بالعكس، شقد ما أريد أني أوصف لك يعني كسوة العيد شنو تعني للموظفين وللمتطوعات، فما راح يعني أوفيك حق الوصف. الكسوة العيد هي يعني فرحة بحد ذاتها. شقد ما يعني تشوفين أنت ذول الأولاد والبنات الأيتام أنه ينتظرون سنوياً ينتظرون كسوة العيد، لأن هذا اليتيم عايش وسط عائل، العائلة بها أعمام وأخوال وبها أولاد أعمام وبها أولاد أخوال. هذولا سنويا راح ياخذهم والدهم للمول او السوق، راح يجهزهم تجهيز كامل، فهذا اليتيم راح يكون عنده شعور بالنقص بهذا المجال، راح ينتظر انه من راح يجي العيد من اللي راح ياخذ العيد، فهذه يعني الفرحه نفس الوقت تعويض عن هذا الاحساس. فهاي الفرحه من اللي راح يشوفها؟ راح يشوفها الموظف وراح يشوفها المتطوعه، الموظف والمتطوع هم فقط ذولا اللي راح يشوفون هاي الفرحه اللي على وجه الاولاد، وحتى الام هي الام يعني خوبية اكثر هي تفرح لما تجهز اولاد هذا تجهيز كامل، لان هي تنتظر انه راح يجي موعد العيد وهي ما عندها المبلغ المالي اللي تجهز، خاصه اللي عندها فت 5-6 ايتام راح يكون تجهيز بهذا الوقت الحاضر ويا الارتفاع الاسعار يكون تجهيز صعب عليها. فهاي الفرحه ما يشوفوها بس الموظفات والمتطوعات، فهم ينتظروها من سنه الى سنه، كل سنه احنا يزيد عدد المتطوعات، ويعني هذه السنه بالذات يعني انا اللي شفته يعني واحده من المتطوعات حاليا هي صف سادس اعدادي، والدتها كل سنه هي تحضرها، هسه هي يعني موجوده بالاستراحه تبكي. تبكي يعني اي، ووحده ثانيه جايبه كتابها تقول يعني شويه يعني اساعدهم وشويه اقرا، لان هم ينتظروا هذا اليوم. ان شاء الله موفقات. شكرا جزيلا للمدير. أحبتي المشاهدين، الأشياء اللطيفة الموجودة هنا، وإحنا جايين لاستلام كسوة العيد في القاعات المخصصة، في قاعة لانتظار الأطفال، عوائد تخلي الأطفال لحد ما يجي حين دورهم لاستلام الكسوة، هي قاعة الألعاب وفيها مختصة ست ميلاد علي اللي هي معالجة نفسية والمسؤولة عن القاعة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ست. لاحظت الألعاب الموجودة مو ألعاب عادية، ألعاب تنمية عقلية ومهارات، شرحين عن الألعاب الموجودة في القاعة. طبعا احنا هنا بالمؤسسه متوفره عندنا قاعتين العاب، واحده من عندهم مخصصه للذكور والثانيه تكون مخصصه للاناث. نستغل هاي القاعات في ايام توزيع المساعدات الماليه والعينيه للعوائل المحتضنه لدى المؤسسه، وايضا تستغل هذه القاعات في ايام توزيع الكسوه والملابس في مواسم الاعياد ومثل هاي الامور، ونستفاد ايضا من قاعات الالعاب في ايام حضور العوائل الى المركز الصحي في حال انه تكون الام تعاني من مشكله صحيه معينه، تيجي هنا حسب السرة مالتها بالمركز الصحي، فهذا الوقت انه الطفل يلعب في قاعات الالعاب. وايضا في المؤسسه متوفر مركز تاهيل وارشاد نفسي للحالات النفسيه اللي يتعاني منها العوائل المحتضنه لدى المؤسسه بسبب الضغوطات اللي تمر بها العوائل، فهذه الايام المخصصه لعقد الجلسات النفسيه ايضا نستفاد من قاعات الالعاب انه الاطفال يلعبون في هذا الوقت، مثلا بين ما انه الام تكمل موعد جلستها النفسيه، وايضا نستغل قاعات الالعاب في حالات تشخيص المشاكل النفسيه او الاضطرابات النفسيه الموجوده عند بعض الاطفال. شلون يتم التشخيص؟ من خلال اللعب، هنا اغلب الوقت يقضوا الاطفال اللعب بهذه القاعات، فوجودنا كباحثين نفسيين يكون ضروري داخل هاي القاعه، نشخص ونلاحظ حركه الاطفال ولعبهم مع بعضهم البعض، نلاحظ انه بعض الاطفال تكون عندهم عدوانيه وعنف، ضرب بعضهم البعض او يكون اللعب مالتهم طريقه عشوائيه. ايضا نشخص حالات انه بعض الاطفال يكون عندهم تشتت انتباه، قله تركيز في حال انه اللعبه تكون تنمويه بعض الشيء. هنا بعض الالعاب تكون عندنا هي تنميه مهارات او تكون العاب توعويه،
العاب نلاحظ بها مستوى القدرات العقليه الموجوده عند الطفل، فنشوف اكو تفاوت بالقدرات العقليه لدى بعض الاطفال، البعض منهم يتميز بذكاء عالي، البعض منهم يعاني من بطء استيعاب وضعف بالذاكره، فلهذا السبب نشوف انه نشخص هاي المشاكل. بعد التشخيص تعرضين على الاطباء المختصين وتبلغين الاهالي بعد التشخيص اللي يتم من خلال اللعب واختلاط الاطفال مع بعضهم في هذه الايام، هنا راح نعرف او نشخص انه المشكله ده يعاني من اضطراب نفسي. الاجراء الثاني يكون هو ملء بعض الاستمارات المعينه اللي تنطينا او ترشدنا النوع الاضطراب اللي ده يعاني من عند الطفل. بعد هذه الخطوه خطوه التشخيص يتم عرض الحاله على الطبيب النفسي المعالج حتى يشخص نوع الاضطراب، قد يكون عقلي او قد يكون نفسي، والنفسي طبعا ايضا على مستويات، بعض الحالات النفسيه تكون بسيطه، بعضها متوسط، بعضها شديدة، فهنا يكون أكو دور متجانس ما بين الباحث النفسي وما بين الطبيب النفسي، حتى تكون أكو جلسات تجمع ما بين العلاج الدوائي وما بين العلاج المعرفي السلوكي، حتى تكون النتيجة مرضية. صارت عندكم حالات أنه معالجات وخذت فترة ووصلت للشفاء؟ طبعاً إحنا عندنا حالات، الحالات الشديدة تمتد الجلسات النفسية ما يقارب 20 جلسة، 25 جلسة نفسية، البعض قد يكون على سنتين أو 3 سنوات، والبعض تكون بسيطة بسبب ظروف قاهرة تنتهي مع أو تزول مع زوال الحادث. طيب تجي سبب لهذه المشكلة؟ نعم. تجي استشارة من الأهالي مثلاً إذا الطفل يعاني من مشكلة، عنده عند عنده مشكلة ما، يسألوك بكيفية إنه حلها. نعم. كان شغلنا سابقاً بالسنين الماضية متخصص بالضبط على الاضطرابات النفسية، لكن بالوقت الحالي بدأ يتوسع الموضوع، بدينا ناخذ المشاكل الأسرية والتفكك الأسري اللي دا يصير داخل الأسرة العراقية، فنشوف اكو هنا بسبب اليتم، بسبب الفقر، بسبب انه سكن العائلة مع عدة عوائل بنفس البيت، مع بيت الجد او بيت العم، بيت الخال، نشوف اكو مؤثرات صارت هواية ومسببات للمشاكل النفسية، وندرس ايضا المحفزات لهذه المسببات حتى دا نشوف نوقف من هذه المحفزات. الحمد لله وشكر المؤسسة توفر هواية أمور، توفر سكن، توفر تزيد المبالغ، توفر سفرات ترفيهية، مواد، ألعاب، كل هاي الأشياء شوية تقلل من الضغوطات النفسية على الطفل. هنا هاي الأشياء المساعدة هواية تعجل من العلاج النفسي للطفل وتقرب من موعد الشفاء. أكيد تخلي العائلة مطمئنة وين موجود طفل هاني. أشكرك وحياك الله على هذا المجهود العظيم، أنت والكادر المختص. شكرا ست ميلاد. أشكركم، عاشت إيدكم، مع السلامة. أنا اليوم حابة أتعرف على هواية أطفال موجودين وأعرفهم مستواهم الدراسي، لأن مهم جداً انه احنا هسه قاعدنا عطله بس لازم نتحضر للصف القادم، مو صحيح؟ ماما انت اكيد نجحت، مو صحيح؟ صحيح. يا صف نجحت؟ الخامس. خامس ابتدائي، زين. هسه انت نسيت الرابع لو بعدك تتذكر منه؟ لا اتذكر شوي شوي. زين، راح تقرا بالعطله؟ ايه لازم. شنو المواد اللي تقراها بالعطله؟ عربي، لان انا ذيك المره طحت بالعربي وبالانجليزي، اقرا عربي وانجليزي ورياضيات. شلون تقرا؟ من يقري؟ امي. ماما تقري؟ زين، تعرف اكو على اليوتيوب مثلا دروس مال الخامس ابتدائي تطلعها تستفاد منها؟ شو رايك فيها؟ استفاد منها، هاي تشرح، هاي احطها ببالي واروح للمعلم اقراها له. تفيدك. تفيد. زين، انت شنو شفتك لابس اسود؟ لا. تحب لون الاسود؟ ايه. اي لون ثاني تحبه؟ ازرق واسود بس. زين، تحب كرة القدم؟ ايه هاي. شنو تحب؟ شو تتابع؟ أتابع يعني تابع طوبة، يعني شو تتابع؟ فريق معين؟ شو اسمه؟ يا نادي تابع نادي النجوم. نجوم؟ وين يطلع هذا؟ والله اكو. ليه؟ اكو؟ انت متابعه؟ شنو تستفاد من يمه؟ نادي الشرطة. ها، قصدك انه كنادي العراقي نادي الشرطة انت تتابعه. زين، اول مرة اسمع واحد انه يتابع الدوري العراقي. الاغلب راسا يقولوا لي ريال وبرشلونة، انت اليوم تتابع عراقي. زين، الشرطة يا لون يلبس؟ والله ما منتبه عليهم. اللون الاخضر. هلا انت مو شرطاوي؟ لا، هو اتابعهم بس ما هم كل يوم يلبسون شيء. ها، يعني قصدك الالوان هاي اللي تتبدل فانت ما حافظ. زين، هسه اوكي احنا بالعطله نتابع رياضه ونحب نتابع، لكن بنتج المدرسه؟ حتى التلفون ما الزم. حتى تلفون ماكو؟ التلفون يصير لك ساعه بالاسبوع ممكن تتابع. زين، وبعدين تعوفه. تعطينا وعد؟ وعد ان شاء الله. موفق.
من أولادنا الحلوين اللي محافظين على نفسهم ويتابعون يقول أنا أروح للجامع، شنو استفاديت من رحت للجامع؟ من صلي وهاي وندعي. خلال هاي الفترة أنت بالعطلة تروح للجامع؟ إيه. زين. أنت قلت لي أنا نجحت للرابع ابتدائي. شنو الشيء تتذكره درس تعلمته مهم كان بالثالث؟ شنو قال لكم المدرس؟ المعلم؟ إيه. قالت النظافة. النظافة في المدرسة. زين. حافظوا على روحكم، حافظوا على الكتب، على الجناط، على الرحلات. تنظفونها من ساعة تنظيف المدرسة؟ إيه. هسه خليني اجي على انت شنو تحب؟ شنو يا لون تحب؟ شنو الاشياء اللي تحبها؟ الاشياء؟ ايه بايسكل. تحب البايسكل؟ ايه. تعلم؟ ايه. علمت البايسكل؟ ايه. شنو تريد تحب تتعلم بعد؟ اتعلم؟ ايه. اطلع. وين تروح؟ مدينة الألعاب. ها يا عيني، ان شاء الله بالعيد تروح لمدينة الألعاب ويا الأهل؟ ان شاء الله حبيبي، شكرا ماما، شكرا لك. طبعا أنا أحب أتكلم ويا الأطفال يعني من ناحية إنه شنو مواهبهم، شنو يتعلمون، شنو الألوان اللي يحبوها، لأن بهيج عمر لازم نميز للأطفال، هذا يقوي شخصيتهم، لازم نخلي لهم هاي المعلومات وتبقى، وهاي أكيد الأهالي اللي يتابعونا إن شاء الله يستفادون. مشاهدينا الأحبة، يعني أنا اليوم وش قد ما نبقى هناي وش قد ما نتكلم عن هذا الموضوع وعن العطاء اللي جاي من كسوة عيد. كسوة العيد يمكن هواي مؤسسات تعمل بها، لكن ما يجي بهذا النظام، ما يجي بهذا الترتيب، ما يجي بهذه الإمكانية، وأيضا الأشياء اللي محافظين عليها اللي تستمر مع الأهالي. طبعا هاي الأهالي اللي يجون اليوم من يشوف ابنهم شلون اجى كل مرحلة، شلون تعلم الترتيب، سمع أخلاقيات واستمرت وياه، راح يستفاد وراح تبقى وياه على المدى القادم. اليوم عندهم هو بداية عيد، اليوم الطفل قال اليوم أنا رايحة أروح لمدينة الألعاب، يعني شلون مهد بأنه فرحة قادمة. إن شاء الله هذا تسجل لأصحاب المؤسسة أكيد بالتأكيد إن شاء الله في ميزان حسناتهم، ونتمنى لهم من قناة الأيام من كادر الأيام جميعا التوفيق. شكرا جزيلا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.